السريع لحتى شبيب الخالدي خطير، شبيب الخالدي مر حتى في الجول في المرمى. رايه وتسلل، رايه وتسلل. تعال يا زيدان، هذا زيدان دورينا يضرب الشباك، لكنه هدف ابيض يا ماركوف، هدف ابيض يا ماركوف. الحكم والراية يلغيان الهدف في اللقطة الماضية. السيد ياسر سبيل، ياسر سبيل، شوف اللقطة من هنا انطلق الهجوم، ردة فعل سريعة جدا بالنسبة لفريق حتى. الإعصار يرد على النسور والراية ترفع التسلل بالنسبة لفريقي. شوف شوف شبيب، شبيب الخالدي حطاله بالملي، ابن الكويت ابن الأزرق رفع الكرة بالملي، وهنا مصطفى زيدان في الشباك، لكن الراية تحكيم لهم رأي آخر في إلغاء الهدف في اللقطة الماضية. هل من فار أم لا؟ هل التسلل كان واضح أم لا؟ هذا السؤال اللي ممكن سيتم تأكيده بعد ثواني يا مصطفى يا زيدان. هذا هو السويدي الفلسطيني من أصول فلسطينية وجنسية سويدية، من الأسماء اللي ممكن تعاقد مع فريق حتى في هذا السيزن وفي هذا الموسم. هنا طبعا السيد أحمد عيسى والتأكد من غرفة الفار، هل هناك كلام آخر؟ هل هو هدف سليم أم لا؟ سنتأكد بعد ثواني ما الذي جرى في اللقطة الماضية. الفار يؤكد أنه هدف سليم، هدف صحيح يا مصطفى يا زيدان، ما فيش كلام. هنا اللمسة، خرجت الكرة بين قدمي شبيب الخالدي قبل أن يدخل مصطفى زيدان في التسلل. 1-0 سنعلق عليه في الفار، سنعلق. يا الفار ماذا فعلت فينا يا الفار؟ مش ممكن، مش ممكن. هنا الإعادة للكرة الماضية، هنا شبيب الخالدي اللي كان لوحده اللي ممكن مرر بشكل جميل. مصطفى زيدان في المرمى، في المرمى، في المرمى، في المرمى. نعلق على الإعادة لأن الفار حكم في الثواني الأخيرة. يا جونينيو، أنطونيو فالمور جونينيو يستعد العرضية خطيرة في المرمى، في المرمى يا سادة. التعادل لجونينيو، الكرات الثابتة سلاح النسور، وجونينيو يفتتح أول أهداف خرفكان في الموسم الجديد. 1-1 عند 45 يا عبد العزيز العنبري. خرفكان يعدل النتيجة من كرة ثابتة، هو السلاح الوحيد لخرفكان في هذا المساء. خرفكان يا سادة يضرب الشباك حتى بكرة جونينيو، بضربة جونينيو، بلمسة جونينيو، وبكرة جميلة مرت فوق كل الرؤوس. هنا الخطأ، وهنا الضربة، وهنا اللعبة، وهنا الكرة. آي 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 على النيران الصديقة، لمست رأس أحد اللاعبين أنيس كريمي برأسه في شباك مرمى، برأسه يحرق شباك مرمى. 1-1 الكرات الثابتة، السلاح الحاضر بالنسبة لفريق خرفكان. أكيد سيبدأ فيها الاحتراف للعام الثاني على التوالي هنا في بلاد الإمارات في دوريات نقل المحترفين. الفار يؤكدها، وتيأكو اليونكو يتقدم، اليونكو يتقدم في المرمى، التالي للنسور، النسور يسجلون الهدف الثاني لفرقة خرفكان ويقلبون كل الأرقام. تياغو ليونكو يضرب الشباك ويفتتح أهدافه في دورينا ويسجل أول أهدافه في موسم 23-24. الابتسامة حاضرة ونحن في البدايات، والصورة واضحة ونحن في اقتراب نهاية شوط المباراة الثاني. مش ممكن، هنا اللقطة، هنا الكرة، وهنا تياغو ليونكو اللي ركنها في الزاوية الصعبة، رغم أن سالم خيري راح للكرة، اتجه للكرة، ذهب للكرة، لكن كانت أقوى من تياغو. اليونكو يضرب الشباك ويسجل سادس أهدافه في دورينا، لكن أول أهدافه في هذا السيزن وفي هذا الموسم. هذا العملاق يضرب الشباك ويصل إلى المرمى.